اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا نرحب بضيفنا المتميز اللي بيسعدنا دايما بوجوده معانا في المحترف، الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه احمد مجدي. يا ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ زي الفل يا كابتن. عندنا كلام كتير النهارده وكلام مهم جدا باذن الله. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا وملفاتنا مع احمد، الحقيقه لسه بنتواصل مع فريق اعدادنا المتميز جدا بلعيب مصري الجنسيه بيلعب في الدوريات الاوروبيه. قدمنا امثله كثيرا جدا ويعني على مستوى دوريات كثيره جدا، المانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال. النهارده معانا لاعب مصري جديد بيلعب في الدوري الالباني. لاعب جديد ودايما ببص لعمليه المركز، المركز بيبقى مهم جدا لان الحقيقه عندنا في مصر على مدار سنوات طويله بيكون عندنا شورت شويه في المركز يا احمد، زي مثلا دلوقتي الباك الشمال، عندنا واحد عندنا اتنين بالكتير، مركز راس الحربه عانينا منه في اوقات كثيره جدا، وبالتالي مهم كمان انك تتابع دوت زي ما بقول لك، ودايما معلش كل حلقه بنزن على الموضوع ده، لكن كمان مهم انك حتى على مستوى المراكز تدور بشكل مميز ايه الشورتز الموجوده عندنا في المنتخب او في الكوره المصريه بشكل عام، وتبدا تتواصل مع لعيبه زي خليل طالب. يعني طبعا بتفق مع حضرتك، مركز زي الباك ليفت فيه مشكله في مصر حاليا، لان بخلاف احمد ابو الفتوح ما عندناش لعيبه ليها رصيد دولي كبير. ممكن يكون يعني ما اقدرش اقول ان خليل طالب لما هو الاساس او هو الحل، خصوصا ان البانيا في كره القدم دوله ما لهاش باع كبير يعني، والدوري الالباني مش من الدوريات القويه، هو لسه 19 سنه بشكل كبير، بس هو لاعب ممتاز وليه ماتشات منتخب البانيا وليه ماتشات دوليه مع الفئه السنيه بتاعته في منتخب البانيا. فليه لا ما نتابعش، نتابع في الوقت دوت يكون عندنا رصيد من السكاوتنج في الحته دي، تقدر على الاقل تعرف هو هيتطور يروح لحد فين، وبناء عليه تعرف تحط خطه لتطويره. اللي حصل مثلا من متابعه مثلا لعيب زي كفاراتسخيليا مثلا طول السنين اللي فاتت وبيلعب في جورجيا، قعد 3 4 سنين في الدوري الجورجي، لان الناس ما ودوري الجورجي كمان الناس يعني ايه الدوري الجورجي، بتفكر ان دوري ضعيف وبيفرس لعيبه وبيلعب في منتخب جورجيا، مش لعيب واعد، واحده واحده خطواته بتعلى واحده واحده لحد ما وصل لما راح دوري من الدوريات الكبرى في اوروبا اللي هو نابولي، في اول موسم في ايطاليا هداف، نجم الفريق الاول، اهم لعيب يمكن في الدوري الايطالي السنه اللي فاتت. ف يعني يقول لك ايه، معظم النار من مستصغر الشرر، يعني انت ممكن حاجه صغيره خالص انت مش متخيل بالك منها، مش واخد بالك انها ممكن تروح لحد فين، بس انت تبني لها خطه فعلا تلاقيها فعلا هي الحل، المشكله اكبر بكتير كنت انت فاكر ان حلها تحت رجليك، هي حلها بعيد شويه بس عايز تخطيط. صحيح.